وين هالقطاعة؟ عودة المياه إلى مجاريها بين ليالي الدهراب وإلهام الفضلة، والجمهور يتهم الأخيرة بالكذب والنفاق. مفاجأة مدوية أسدلت ستارها على الساحة الفنية الخليجية، بطلتها كل من الفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة وليالي دهراب، حيث ظهرتا في مقطع فيديو سويا من كواليس مسرحية ليالي. وجاء المقطع بعد قطيعة وخلاف كبير بينهما تسبب في غياب ليالي عن مسلسل أمينة حافي الجزء الثاني، وظهرت كل من الفنانتين وصوت ضحكاتهما يصدح إضافة إلى القبل والأحضان. واعتبر المتابعين أن الفنانتين تخططا الخلاف وعادتا صديقتين حميمتين كما قبل وأفضل، فيما اعتبر آخرون أن إلهام كذابة ومنافقة عارضت الصلح على ليالي بسبب أمينة حافي الجزء الثالث، وأنها مجبرة على إعادة المياه إلى مجاريها كي لا يكون مصير الجزء الثالث الفشل كما حصل في الجزء الثاني. يعني الحين تقولين أنت دور الساحرة عيلة أنا شطلة عرافة بس يعني عرافة يعني ساحرة وكانت الفنانة الكويتية ليالي دهراب قد صدمت جمهورها ومتابعيها بخبر انسحابها من الجزء الثاني لمسلسل أمينة حاف قبل فترة قصيرة من بدء تصويره بسبب خلاف وقع بينها وبين إلهام الفضالة.